بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأعزاء، الله يعطيكم العافية وأهلا وسهلا بالجميع. نلتقي اليوم ونحن نستقبل مناسبتين من مناسباتنا الوطنية العزيزة والغالية على قلوبنا جميعا، يوم الجيش وذكرى انطلاق الثورة العربية الكبرى. ومن الواجب أن نذكر بالإجلال والتقدير قادة هذه الثورة ورجالاتها وتضحياتهم الكبيرة، وفي مقدمتهم الحسين بن علي طيب الله ثراه. ونؤكد على الوفاء والالتزام بمبادئ هذه الثورة ورسالتها العظيمة. هذه الثورة اللي قامت من أجل حرية العرب ووحدتهم، وعلى هذه المبادئ تأسس الأردن وتأسس الجيش العربي. وظل الأردن وسيظل بعون الله الوفي لرسالة هذه الثورة في الحرية والوحدة والحفاظ على كرامة الإنسان. وبهذه المناسبة أتوجه بتحية الفخر والاعتزاز إلى النشامة رفاق السلاح، حماة الوطن والمسيرة، رمز العطاء والتضحية والبطولة في الجيش العربي والأجهزة الأمنية. وإلى كل مواطن ومواطنة في أردن العروبة والوحدة، وأقول لهم جميعا كل عام وأنتم والأردن العزيز بألف خير. ويسرني أني ألتقي معكم اليوم وأنتم تمثلون النخبة من أبناء هذا الشعب الخير المعطاء، وباعتباركم قيادات في مجتمعاتكم المحلية، والكثير منكم كان في مواقع متقدمة من مواقع المسؤولية، والحمد لله بعضكم ما زال في موقع المسؤولية. يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم. نلتقي حتى نحكي بمنتهى الصراحة والشعور بالمسؤولية حول بعض القضايا والأمور المتعلقة بأوضاعنا الداخلية، وخاصة ونحن على موعد قريب من إجراء الانتخابات النيابية اللي تجسد حرصنا على استمرار وتعزيز مسيرتنا الديمقراطية وحمايتها من
كل من يريد الإساءة إليها أو الانحراف بها عن مسارها الصحيح. وقبل ما ندخل في التفاصيل بدي أطمن الجميع إنه إحنا ملتزمين بإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من هذا العام كما أعلننا من قبل، وسوف تقوم الحكومة بوضع كل الإجراءات والترتيبات اللي تضمن أن تكون هذه الانتخابات بمنتهى الشفافية والنزاهة. للوصول إلى مجلس نواب يمثل آمال وطموحات أبناء شعبنا العزيز، وهنا مطلوب من الجميع العمل على توسيع المشاركة في هذه الانتخابات.